والله يا اخي الواحد قرب يكره ام الكوره في مصر دي، يعني ما صدقنا خلصنا من طلائع الجيش والكابتن طارق العاشر اللي علينا علي ماهر. ماتش وخلص، ماشي ماتش وخلص، لا تعادل ماتش ولا خساره ماتش ولا خساره بطوله هينتهي عندها العالم. لكن نرجع ونقول الماتش واللي حصل فيه. الماتش اولا احنا ما بنلومش على لعيبه الاهلي، احنا دمنا بيتحرق لما الاهلي بيخسر او يتعادل، لاننا احنا كجمهور مش متعودين على كده، وطبيعي ان الاهلي يتعطل مباراه واثنين وثلاثه بسبب المستوى اللي هو مقدمه من اول الموسم، واخد دوري ابطال افريقيا، واخد كاس سوبر، واخد كاس مصر، دايس على كل وشوش فرق الدوري وفرق افريقيا كلها، فطبيعي ان هتيجي الفرق الصغيره اللي قد كده دي هتيجي تعرق قدامك وتلعب طول الماتش دفاع. الماتش الشوط الثاني فيوتشر ما طلعش بره منطقه الجزاء بتاعته، وايه يا كابتن علي؟ فاكر نفسك ان انت هتروح دوري الابطال ولا ايه؟ خلاص يا كابتن، اللي هيروح دوري الابطال اتعرف، واللي هيبقى في كونفدراليه اتعرف، ده اخرك. فمش لازم بقى في كل ماتشات الاهلي يحصل الحزق ده وانت بتبقى سايبها وفاتحها على البحري طول الموسم. الاهلي دايما كده عامل لكم يعني حرقه يعني، وجنش ما شاء الله طول الدوري بيسيب المرمى بتاعه مفتوح للقريب والغريب، لكن يجي قدام الاهلي يتحول نوير. في ايه يا حبيبي؟ مش كده كميه حزق ومزق مش طبيعيه، قافل الشبكه بقفل مصدي ده ولا ايه؟ مش فاهم. قبل ما ننتقد حد نبص على الارقام، يعني انا شايف بصراحه يعني بعيدا عن بعض الاخطاء وبعض اللاعبين اللي هنذكر اساميهم فيما بعد في الفيديو ده قدام، ان كل فرقه ككل عملت مباراه كويسه، عملت مباراه كانت تستحق ان هي تكسب. تبص على الركنيات، الاهلي اخد 15 ركنيه، ده دليل على انه كان عنده عدد وزياده هجوميه وضغط هجومي كبير، كان ممكن يسجل منه هدف واثنين وثلاثه. الماتش فيه هدفين، هدف لفيوتشر وهدف للاهلي. الهدفين اللي جم في الماتش صحيحين 100%، الهدف فيوتشر تسلل ولا هدف الاهلي تسلل، لكن احنا في منظومه تحكيم شبه ضايعه، يعني المفروض نقرا على روحها الفتح. نيجي نتكلم بقى عن مثلا مستر كولر وادارته للماتش. كان المفروض حسين الشحات النهارده مش في الحاله بتاعته، وانك يا كوتش شايفه مش في حالته كان خرج بدري. تاو النهارده عمل ماتش كبير ينقصه بس الفينش. مروان عطيه عمل ماتش كويس بس بيستعجل حبتين. كندوسي بدا الماتش كويس 100% باستثناء كوره كده انن فيها وراح سدد فوق المرمى، دي لو كان عداها لحسين الشحات كان هيوديه انفراد انن فيها. يا كندوزي عشان تثبت نفسك لازم تلعب السهل، لازم تفكر في الفرقه ما تفكرش في نفسك، ده اللي خلانا مفضلين معلول وعملناه اسطور، ان هو بيدور على مصلحه الفرقه قبل مصلحه نفسه. بعدين تبديل الطاهر محمد طاهر، دي الطاهر يا ابني والله الكار ده مكارك، الكار ده مش كارك، انت يا طاهر كارك يا تشتغل مترجم اسباني وفرنساوي والحاجات دي، يا اما تشتغل متحدث رسمي مثلا، تشتغل في الاحتفالات، الاهلي ياخد بطوله تيجي تحتفل قدام الكاميرات عشان الميديا بتاعت الاهلي وكده، او لما نكسب ماتشات برضه تحتفل برضه بره عشان تعمل ريتش بقى وتعمل ايه الدنيا دي. لكن كار الكوره ده مش كارك، تعبتنا الماتش مش مستحمل يا حبيبي، بتعمل ايه وبتضيع ايه وبتهبد ايه يا رجل؟ الكابتن هاني الناشئ، انا عايز افكرك يا كابتن هاني انك عندك 28 سنه، لو نرجع بالاحصائيات بتاعتك كده والارقام هنلاقيك صانع مع الاهلي في كل سنين حياتك اللي انت لعبتها في الاهلي، انت ما لعبتش غير في الاهلي، تقريبا هتلاقي نفسك صانع 16 جول ومسجل مش عارف 8، دي احصائيات لو اخويا الصغير بعته لعب في الاهلي 5 6 شهور هيعمل احصائيات قد دي مرتين ثلاثه، دي مش احصائيات لاعب ناشئ في النادي الاهلي ودلوقتي بقى عنده 28 سنه. انا لعمري يعني نادرا في المباريات النادره لما بشوف لك عرضيه متقنه، لما بشوفك صنعت جول، ولما بشوفك سجلت جول، يا اللهم الا انا فاكر اخر جول انت سجلت مونتيري في كاس العالم تقريبا، ده اخر جول انا فاكره لك يا هاني. الانتقالات جت يا جدعان، نصرف شويه، الانتقالات خلاص على الابواب، المفروض بقى نفك الكيس ونصرف مهاجم كويس، جناح كويس، ونصرف كل اللعيبه اللي ملهاش لازمه. زي ما انت يا عم عايز تمشي ايمن اشرف، وعايز تمشي شادي حسين، وعايز تمشي غيرهم، انت قايل ان في مكان هاني مثلا كريم فؤاد او اكرم توفيق او خالد عبد الفتاح، نشوف مكان لمعلول، نشوف خط وسط مكان حمدي فتحي اللي خلاص مشي، اللي انا شايف ان لو الاهلي كانت قوته 100% دلوقتي قوته هتبقى 60% او 70% من غير حمدي فتحي، ونشوف مهاجم. احنا بقالنا كام سنه بنقول يا جدعان ده اخر مهاجم دخل الاهلي كان ازارو، مفيش مهاجم جه بعد ازارو الاهلي، احنا كل حتى المهاجمين اللي بيلعبوا دول في الاساس مش مهاجمين، احنا اللي وظفناهم مهاجمين، نفك الكيس ونجيب مهاجم، نوفر لكولر الادوات اللي تساعده على النجاح عشان ما نرجعش نلومه، نرجع ونقول ماتش وعدى وخلص
لا ماتش خسرناه ولا بطولة خسرناها ولا ماتش هنتعادله ولا بطولة هتضيع هتوقف حبنا للأهلي ولا هتنتهي عندها الدنيا. ماتش وعدى وهيجي غيره. الأهلي ما فرحنا وإحنا على المرة قبل الحلوة معاك يا أهلي وفي ظهرك، وإن شاء الله اللي جاي أحسن.